بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الريبوسوم. الريبوسوم ده نان ممبرينس أورجانيل موجود جوه كل الخلايا، بيبقى عبارة عن جرانيول صغيرة قوي بتبان وكأن هي دايبة في السيتوبلازم. الريبوسوم عشان يشتغل لازم يجيله رسالة من النيوكليس عبارة عن RNA أو بنسميها ميسنجر RNA. الريبوسوم كل شغلته إنه يقرأ الرسالة دي ويحولها لي إلى بوليبيبتايد جين، وحسب نوع الرسالة زي ما إحنا شفنا، لو كان الاستهلاك داخل السيتوبلازم بيبقى الريبوسوم بسيط وموجود في السيتوسول وبيصنع لي البوليبيبتايد جين، لكن لو كان البروتين بتاعي للتصدير بيبدأ الريبوسوم يدخل الميسنجر RNA جوه تيوبيول بنسميها رف اندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين البوليبيبتايد تشين تتحرك في ترانسفير فيزيكال للجولجي اباريتس، وفي الجولجي اباريتس هيحصل لها موديفيكيشن وتطلع في صورة سيكريتوري فيزيكال او جرانيولز في اتجاه السين ممبرين علشان تطلع الكونتينتس بتاعتها بالاكسوسايتوسيس. ممكن الريبوسوم يقرا رسالة من نيوكليس بتقول له ان البروتين اللي هنصنعه ده هارمفول، علشان كده هيروح يلجأ مرة تانية الى الرف اندوبلازميك ريتيكولم ويصنع البوليبيبتايد تشين بتاعت الاسيد فوسفاتيز انزيم جوه الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وتطلع برضو منها في صورة ترانسفير فيزيكال في ناحية الكولجي كومبلكس علشان يحصل لها موديفيكيشن كونسنتريشن اند باكج انسايد سيل ميمبرين ونسميها لايسوسوم. واللايسوسوم يتعايش جوه مع الخلية، هي يستنى اي حاجة غريبة تدخل الخلية علشان يعمل لها دايجيشن. يبقى نرجع تاني نقول الريبوسوم بتاعنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 سابيونتس، لارج سابيونت وسمول سابيونت بالسنتريفيوجيشن. انا اقدر احصل على 2 باندز، باند خاصة باللارج سابيونت والبند التانية خاصة بالسمول سابيونت، وكل واحدة وليها مولوكولار ويت. لكن لو أبص للكيمياء بتاعته في البيوكيمستري ألاقيه بيتكون من ريبوسومال RNA، ودول أربع أنواع من الريبوسومال RNA، 1 2 3 4 و80 نوع من البروتين. اللارج سابيونت والسمول سابيونت البودي بتاعه بيتكون من ايه؟ من 80 نوع من البروتين متفاعلين او متداخلين مع 4 types of ribosomal RNA. فين بيتكون الريبوسومال RNA؟ في النيوكليوس، بالتحديد في النيوكليولوس. فين بيتكون 80 type of proteins دول؟ على ريبوسومز تانية موجودة في السيتوبلازم. وبعدين البروتينز اللي اتكونت في السيتوبلازم ترجع تاني لتدخل النيوكليوس علشان تلاقي هناك الريبوسومال RNA متكون في النيوكليولوس، الاتنين يتحدوا مع بعض ويعملوا لي سمول سب يونت ولارج سب يونت، والاثنين يطلعوا تاني عن طريق النيوكليار بور من داخل النيوكليوس علشان يعيشوا في السيتوبلازم. بص معايا كده، دي رساله جايه من النيوكليوس. الرساله دي لا انا ولا انت نعرف نقراها، لكن انا وانت نقدر نقول ان الرساله دي كولكتيفلي كده بتتكون من 4 الوان، الابيض والاورنج والبلاك والموف. لما ابص فوق الاقي برضو فعلا زي ما انا قلت لك بتتكون من ادي الابيض ادي الاورنج ادي البلاك ادي الموف، مفيش لون خامس موجود. النيوكليس قدرت تتكون من الاربع الوان دول كام كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا عندي كم كلمة؟ 10 كلمات، كل كلمة بتتكون من 3 حروف، 1 2 3 1 2 3. التلات حروف دول عبارة عن 3 الوان. الاقي التلات حروف دول او التلات الوان دول مترتبين بطريقة غير دي، ودول مترتبين بطريقة غير دي، ودول مترتبين بطريقة غير دي. لو اشوف هنا مثلا 3 الوان، الاقي هنا بلاك اورنج بلاك، هنا اورنج اورنج بلاك، يعني استخدمت لونين هنا واستخدمت لونين هنا، لكن الاقي الكلمة دي غير الكلمة دي. يعني عندي 10 كلمات كل كلمة بتتكون من 3 حروف. لو اعتبرنا دي جملة
هل انا اقدر اقول الجمله دي معناها ايه؟ لا، ما اقدرش اقول. امال مين اللي يقول؟ الريبوسوم. الريبوسوم بيقرا الكلمه الاولانيه ويقول لك والله دي معناها الامينو اسيد اللي لونه احمر، وبعدين يتحرك بعد كده يقول ان دي معناها الامينو اسيد اللي لونه اصفر، وبعدين دي برضه الامينو اسيد اللي لونه اصفر. يعني معنى كده ان دي شبه دي. فعلا، لا دي شبه دي، الكلمة دي هي نفس الكلمة دي، عشان كده الاقي الامينو اسيد رقم 2 هو نفسه الامينو اسيد رقم 3. طب لما اجي ابص كده الاقي الامينو اسيد رقم 1 هو نفسه الامينو اسيد رقم 10. هل دي شبه دي؟ ايوه، اي نفس الكلمة. طيب الاقي دي شبه دي اللي هو 4 و6. نبص كده على الكلمة 4 والكلمة 6، فعلا الاثنين شبه بعض. اذا الريبوسوم نجح او قدر يترجم لي الرسالة بتاعتي الى سيريس اوف امينو اسيدز، دي بنسميها بولي بيبتايد تشين. يبقى هي الفانكشن اوف ريبوسوم انه يعمل ترانسليشن اوف ميسنجر ار ان اي الى سيريس اوف امينو اسيدز، او بلغه ثانيه يقدر يحول البولي نيوكليوتايد تشين الى بولي بيبتايد تشين. دي بولي نيوكليوتايدز، دي نيوكليوتايد، دي نيوكليوتايد، دي نيوكليوتايد، دي نيوكليوتايد، دي نيوكليوتايد، دي نيوكليوتايد. فبسمي دي بولي نيوكليوتايد تشين، موجوده فين؟ على الماسنجر ار ان اي، اللي هي ترجمه حقيقيه للجين اللي موجود على الدي ان اي. حول لي الجين ده الى ايه؟ الى بولي بيبتايد تشين. ايه هي البولي بيبتايد تشين؟ اي سيريس اوف امينو اسيدز. مين اللي عمل الحركه دي؟ الريبوسوم. يبقى هي الفانكشن اوف ريبوسوم ترانسليشن اوف ميسنجر ار ان اي انتو بولي بيبتايد تشين. هنلاقي احنا عندنا ريبوسوم واحد تخيلناه بيمشي يلف وكل كلمه يقلبها لي الى امينو اسيد. المساله دي ممكن تاخد وقت شويه، علشان كده الخليه مش بتعمل كده. الخليه بتعمل ايه؟ الخليه بتعين ريبوسوم لكل كلمه، ده بيقرا الكلمه الاولانيه ويقلبها لي امينو اسيد، وده يقرا الكلمه الثانيه ويربطها لي مع الاولانيه وتبقى بولي بيبتايد تشين صغيره، الثالث بيقرا الكلمه الثالثه ويربطها لي مع الاثنين دول ويعمل لي امينو اسيد تاني، وفي نفس الوقت ده بيقرا وده بيقرا. نفس الكلام يمشي على العشر كلمات اللي موجودين في المسنجر ار ان اي. يبقى انا علشان اترجم ده الى بولي بيبتايد تشين محتاج الى 10 ريبوسومز، كل ريبوسوم يرتبط بكلمه واحده ويقرا لي امينو اسيد واحد، وبعدين يجمعوهم مع بعض وفي الاخر يبقى عندي بولي بيبتايد تشين. زي ما انت شايف دي بقت البولي بيبتايد تشين او المنتوج النهائي بتاعي، وفي نفس الوقت هيتكون مره ثانيه هنا بولي بيبتايد تشين جديد على رقم 10، وهكذا نفضل ماشيين نكون بسرعه مع بعض بولي بيبتايد تشينز. ده مسؤول عن رقم 1، ده مسؤول عن 2، ده مسؤول عن 3، وفي نفس الوقت بتربطه مع بعض. لما بلاقي بقى مجموعه من الريبوسومز مرتبطه بميسنجر ار ان اي بيبان بالالكترون مايكروسكوب، وكل ريبوسوم فيه بولي بيبتايد تشين، بسمي الحكايه دي بولي ريبوسوم اور بولي سوم. زي ما احنا شايفين ادي الميسنجر ار ان اي الخط الرفيع اللي في النص ده، ومرتبط بمجموعه من الريبوسومز بعدد النيوكليوتايدز اللي عليه. لو انا ابص هنا في الصوره دي الاقي ان كل ريبوسوم فيه بولي بيبتايد تشين، فيه بولي بيبتايد تشين، كل دول بيقروا الميسنجر ار ان اي مع بعض في نفس التوقيت. باللايت مايكروسكوب اقدر اشوفه؟ باللايت مايكروسكوب بقدر اشوف الريبوسوم باللايت مايكروسكوب. فين ده؟ لا انا مش شايف حاجه، لكن انا شايف ان السيتوبلازم بتاعي بيزوفيل. وزي ما قلنا قبل كده في محاضره الراف اندوبلازم كريتيكلم ان البيزوفيليا في السيتوبلازم لازم تكون نتيجه الريبوسوم على الار ان اي، لكن انا ممكن اشوف الريبوسومز بتاعتي ماليه السيتوبلازم بالشكل ده، ممكن الاقيها واخده حته من السيتوبلازم وسايبه لي حته ثانيه لونها احمر، وممكن الاقيها نقط زرقاء في وسط السيتوبلازم احمر. النوع الاولاني بنسميه ديفيوز، النوع الثاني بنسميه لوكالايز، النوع الثالث بنسميه باتشي. الديفيوز زي ما انت شايف موجود في البلازما سيل، اللوكالايز موجود في البنكرياتيك سيل، ده سكشن في البنكرياس، دي الخلايا بتاعت البنكرياس، دي في النيرف سيل، باتشي فين؟ في النيرف سيل. دي مجموعه من الريبوسومز، ودي مجموعه من الريبوسومز، ودي مجموعه من الريبوسومز، ودي مجموعه، دي النيرف سيل كده، النيرف سيل، ودي النيوكليوس بتاعتها، ودي النيوكليولس. طبعا دي خليه اكتف جدا لدرجه ان كل الكروماتين اللي عندي يوكروماتين، وده السيتوبلازم. السيتوبلازم مليان
مناطق زرقاء. المناطق الزرقاء دي كل واحدة منها عبارة عن مجموعة كبيرة قوي من الريبوسومز متجمعة مع بعضها. يبقى باللايت مايكروسكوب اقدر اشوفه، بشوفه لو كان في جروبس، لو كان انديفيديوال بيبقى صغير قوي لدرجة ان انا ما اقدرش اشوفه. طب بالالكترون مايكروسكوب، نبص كده على الالكترون مايكروسكوب، ممكن اشوف فعلا بالالكترون مايكروسكوب. ادي الصورة كبيرة قدامي، دي ريبوسومز ودي ريبوسومز ودي ريبوسومز ودي ريبوسومز. الخطوط اللي انت شايفها دي اكيد دي الميسنجر ار ان اي رايحه علشان تترجم بالريبوسومز دي لبروتينز. شفت دي الصوره دي؟ احنا شفنا زيها قبل كده، مجموعه من الريبوسومز اتاتشد بميسنجر ار ان اي بنسميها بوليسوم اور بولي ريبوسوم. اللي حواليها ده هو السيتوسول اللي مليان امينو اسيدز. لو نيجي نبص هنا نلاقي برضه هنا ريبوسومز اللي هي النقط الغامقة التقيلة دي، لكن الريبوسومز هنا مرصوصة على سيل ميمبرين. السيل ميمبرين ده في الريبوسومز دي بنسميه راف اندوبلازميك ريتيكل. يبقى أنا عندي نوعين من الريبوسومز، ده فري ريبوسومز وده اتاتشد ريبوسومز. الرسمة دي أكيد غلط. ليه؟ لأن الريبوسوم لما بيجي يتحد بالراف اندوبلازميك ريتيكلام، لو اعتبرنا دي التيوب بتاعت الراف اندوبلازميك ريتيكلام، لازم يبقى اللارج سب يونت هي لناحية السيل ميمبرين او الراف اندوبلازميك ريتيكل. في هنا ريسبتور للارج سب يونت بتاعه الريبوسوم مش السمول سب يونت. نرجع تاني ونقول الريبوسوم بتاعنا، كلمتين بقى اللي هنحفظهم، نام ميمبرينس الكترون دينس بارتيكل. نام ميمبرينس يعني مالوش سيل ميمبرين، الكترون دينس يعني لما بشوفه بالالكترون مايكروسكوب بيبقى غامق. بارتيكلز زي ما احنا شفنا، لو احنا فاكرين الصوره بتاعتنا عباره عن بارتيكلز كده جنب بعضها، الديامتر بتاعه من 20 ل 30 نانومتر. بيتكون من ايه؟ بيتكون من اللارج سب يونت وسمول سب يونت، وبيتكون من ايه كمان؟ بيتكون من ريبوسومال ار ان اي و 80 نوع من الاسوشيتد بروتين. وبنقول ان هو تو فورمز، فري ريبوسومز ودي سكاترد في السيتوبلازم، واتاتشد ريبوسومز ودي موجود اتاتشد للاندوبلازميك ريتيكولم. بيتكون ازاي الريبوسوم ده؟ رقم واحد الريبوسومال ار ان اي سينثسايزد في النيوكليولس، رقم اتنين البروتين سينثسايزد في السيتوبلازم، رقم تلاته البروتينز بتدخل للنيوكليولس عشان تتحد بالريبوسومال ار ان اي، بعد كده الريبوسومز بتسيب النيوكليس علشان تروح للسيتوبلازم. باللايت مايكروسكوب اشوفه ما اقدرش اشوفه انديفيديو، امال اشوفه ازاي؟ لو كان اجريجيتس متجمع جنب بعضيه بيعمل لي حاجه اسمها بيزوفيليا. البيزوفيليا دي سببها الرئيسي وجود الريبوسومال ار ان اي. عندي البيزوفيليا دي ممكن تكون ديفيوز زي ما شفنا في البلازما سيل، ممكن تكون لوكالايز زي ما شفنا في البنكرياتيك سيل، ممكن تكون سبوتي زي ما شفنا في النيرف سيل. قلنا قبل كده ان الريبوسوم كومبوز اوف لارج سب يونت وسمول سب يونت. البولي ريبوسوم لو شفته بالاي ام ببقى فاهم ان ده انديفيديوال ريبوسومز هيلد توجذر باي ستراند اوف ميسنجر ار ان اي. قلنا الريبوسوم ليه ريسبتورز على الراف اندوبلازميك ريتيكل، الريسبتورز دي خاصه باللارج سب يونت. ايه الفانكشن اوف ريبوسوم؟ جمله واحده او فانكشن واحده، ات ترانسليتس ذا مسج كاريد باي ميسنجر ار ان اي، يحوله لي ترانسليت ات انتو امينو اسيد سيكونس اور بولي بيبتايد اتش. عندي نوعين من الريبوسومز، الفري ريبوسومز سينثسايز بروتينز ديزايند فور يوز وذين ذا سيل، زي الهيموجلوبين زي التيوبولين بروتين زي الهيستون بروتين، كل دي بروتينز انا بستخدمها جوه الخليه ما بتطلعش ابدا بره الخليه. اللي بيبقى مسؤول عن تصنيعها مين؟ الفري ريبوسومز. لكن الاتاتشد ريبوسومز اللي هي اتاتشد للراف اندوبلازميك ريتيكولام دي بتصنع لي بروتينز سكريتد باي ذا سيل، زي ما حصل في البنكرياتيك سيل، زي ما بيحصل في السليفري جلاند اللي هي الغدد اللعابيه لما تيجي تفرز الانزيمز اللي موجوده في الصلايبه بتاعتنا. كل السيلز اللي بتصنع الحاجات دي بيبقى الريبوسومز فيها مينلي اتاتشد للراف اندوبلازميك كريتيكال. كمان السيلز اللي بتعمل ستورج للانزيمز جوه اللايسوسومز زي الفاجوسايتس وزي النيتروفيلز، الاقي فيها راف اندوبلازميك ريتيكلام وجولجي كومبلكس واضحين جدا. ليه؟ علشان هيصنعوا لي لايسوسومز. كمان في كل السيلز، لان كل الانتجرال بروتين لازم الاول يعدي على الراف اندوبلازميك ريتيكولم والبولج ابريتس. نتفرج مع بعض كده على الفيلم بتاعنا ده. ادي المسنجر ار ان اي ساب النيوكليس عن طريق النيوكليار بورز علشان يروح للسيتوبلازم، هناك هيلاقي البروتين
ماشي بنسميها ريبوسوم، هو ده الوحيد اللي يقدر يقرا المسنجر ار ان اي. كل ثلاثه نيوكليوتايدز معناهم امينو اسيد معين، او الثلاثه دول معناهم امينو اسيد معين. مين يجيب الامينو اسيد دي؟ الترانسفير ار ان اي، وبعدين يرتبطوا مع بعض بالشكل ده. عمال يكبر اللينك، عمال يكبر 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 لحد ما بقى كبير قوي، بنسميه بولي بيبتايد تشين او بروتين. ده يا اما هيطلع بره الخليه ويشتغل لنا كسيجنال ما بين الخلايا، زي انزيم، زي هرمون، زي كيميكال ترانسميتر في السي ان اس. كل ده عباره عن بروتينز. طيب ما تيجي نشوف فيلم تاني ونشوف التكنيك اوف بروتين سينسز اكتر من كده، لو انه هو مش مطلوب مننا قوي في الهيستولوجي جايز يكون مطلوب في الكيمياء. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formal methionyl tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown. The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA-carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl, or P site, and the other is called the acceptor, or A site. There is also a third site called the exit, or E site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA carrying formal methionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid then moves in to the A site. The formal methionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A site by a peptide bond. The ribosome now advances a distance of one codon, and the transfer RNA that carried the formal methionine is released at the E site. A transfer RNA carrying the next amino acid now moves into the A site, where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of one codon. As the shift occurs, the two amino acids on the transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A site. A stop codon does not specify an amino acid and does not have a corresponding transfer RNA. The ribosome dissociates into the 30S and 50S subunits, and the messenger RNA and protein are released. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم عن السيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون زي ما قلنا في اول محاضرة في الخلية، ان اي مبنى لازم يكون ليه سكيلتون. السكيلتون بتاع المبنى اللي انت قاعد فيه دلوقتي ده عبارة عن حديد انت ما انتش شايفه، عبارة عن عمدان انت تقدر تبص عليه. السكيلتون بتاعك عبارة عن مجموعة من البونز متصلة ببعضها عن طريق الجوين، ده بسميه سكيلتون. السكيلتون بتاع الخلية عبارة عن ايه؟ اللي بيدي الخلية شكلها، الحاجة الناشفة جوه الخلية عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين، مايكروتوبيولز وفيلامنتس. يعني ايه مايكروتوبيولز ويعني ايه فيلامنتس، وايه الفرق ما بين الاتنين؟ لكن قبل ما نشوف الفرق بنعرف ان المايكروتوبيولز دي نوع واحد بس، لكن الفيلامنتس دي ار اوف 3 تايبس، مايكروفيلامنتس، انترميديت فيلامنتس، وثيك فيلامنتس. يبقى انا عندي ثين فيلامنتس وثيك فيلامنتس، وما بين الاتنين بسميه انترميديت فيلامنتس. يبقى المايكرو فيلامنتس دي او الثين فيلامنتس دي موجوده في صوره واحده بس اللي هي الاكتين فيلامنتس. الثيك فيلامنتس دي موجوده في صوره واحده بس اللي هي المايوسين فيلامنتس. لكن الانترميديت فيلامنتس دي انواع كثيره،
كل ده موجود جوه السيتوبلازم. هل كل الانواع دي موجوده في كل الخلايا؟ لا طبعا، في خلايا ما فيش فيها مايكروفيلامنتس، في خلايا ما فيش فيها انترميديت فيلامنتس، في خلايا ما فيش فيها ثيك فيلامنتس، في خلايا فيها الاثنين، في خلايا فيها الثلاثه، في خلايا فيها كل الانواع دي مع بعضها. لكن لو كنا بنتكلم عن السيتوسكيلتون ان جنرال، فاحنا بنتكلم عن حاجتين: مايكروتوبيولز وفيلامنتس. المايكروتوبيولز يعني عندي تيوبيولز صغيره قوي. بتتصنع من ايه التيوبيولز الصغيره دي؟ من تيوبيولين بروتين. التيوبيولين بروتين لو ابص على المولوكيول ده، لو اعتبرنا ده مولوكيول بروتين، الاقيه نصين، نص منه لونه ازرق والنص التاني لونه احمر. النص الازرق اقدر اسميه الفا تيوبيولين سابيونت، والنص الاحمر ده بسميه بيتا تيوبيولين سابيونت تاني. يبقى التيوبيولين بروتين ده المركب الرئيسي بتاع المايكروتوبيولز، ده اللي بصنع منه المايكروتوبيولز. التيوبيولين بروتين ده بيتكون من شقين، شق بسميه الفا تيوبيولين، والشق التاني بسميه بيتا تيوبيولين. الاتنين على بعض كده لما بيتحدوا مع بعض بسميهم تيوبيولين بروتين. التيوبيولين بروتين ده هو الوحدة الرئيسية بتاعة المايكروتوبيولز. نشوف كده ازاي التيوبيولين بروتين بيترس ويصنع لي في الاخر مايكروتوبيولز. هذا 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13. تمانية تسعة عشرة احد عشر اتنى عشر تلات عشر واحد اتنين تلاتة اربعة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اتنى عشر تلات عشر سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اتنى عشر تلات عشر. يبقى انا في الاخر بقى عندي مايكروتوبيولز. المايكروتوبيولز دي انا شفتها بتترص واحد اتنين لحد تلات عشر، او ممكن اقول ان واحد ده ماشي كده بالطول بسميه بروتوفيلامنت، والمولوكيول رقم 2 ده من التيوبيولين بروتين ماشي كده بالطول واسميه بروتوفيلامنت. يبقى انا عندي كام بروتوفيلامنت دلوقتي؟ 1 2 وده بروتوفيلامنت 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 ان. يبقى بتتكون من ايه؟ من 13 بروتوفيلامنت. يبقى المايكروتوبيول دي بتتكون من 13 بروتوفيلامنت، كل بروتوفيلامنت عباره عن سيريس من التيوبيولين بروتين، وكل تيوبيولين بروتين عباره عن شقين، شق ازرق وشق احمر، اللي هو الالفا والبيتا تيوبيولين سابيونتس. طب ما احنا ممكن نشوفها بقى بشكل تاني. هذا التيوبيولين بروتين هيعمل لي بروتوفيلمنت، وبعدين بروتوفيلم، وبعدين بروتوفيلمنت، يبقى عندي 13 بروتوفيلمنت. لو ابص كده الاقي دي سيركل ان شيب. تصدق فعلا مايكروتوبيول ادي بروتوفيلمنت. عندي كام بروتوفيلمنت؟ 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فعلا مايكروتوبيول اهي. تمام، مايكروتوبيول، ايوه مايكروتوبيول، مايكروتوبيول. This very same. المايكروتوبيول بتاعتنا very same، لكن لا يزال جواها ما يشبه اليومين. ليه بقول ما يشبه اليومين؟ لان دلوقتي هنفرق ما بين المايكروتوبيول وما بين الفيلمنت. نشوف كده الفيلمنت. ليه هنستمع الصوت ده؟ لان الفيلمنت ما بيسمحش بدخول الكره بتاعتي جواه. يعني هي المايكروتوبيول اللي بتسمح؟ لا والله، المايكروتوبيول هي كمان ما بتسمحش، بس انا عملت الرسمه دي علشان ما ننساش الفرق ما بين المايكروتوبيول وما بين الفيلمنت. لكن الحقيقه الاثنين ما بيسمحوش، عشان كده انا بسمي ده ليومن لايك، شكله ليومن لكن هو في الحقيقه ما هواش ليومن. المايكروتوبيولز على نوعين، في نوع بنسميه لابيل مايكروتوبيولز، والنوع الثاني ستيبل مايكروتوبيولز. يعني ايه لابيل؟ لابيل يعني تشينجبل، متغير. لابيل لابيل مايكروتوبيولز دي هي اللي مسؤوله عن حركه الخليه وشكل الخليه، دي مايكروتوبيولز اهي.
بص كده، واحدة طولت، واحدة قصرت، واحدة طولت، واحدة اتحركت، يعني دي بعد شوية ممكن تعمل لي فاجوسيتوز. دي اللي مسؤولة عن حركة الخلية، بنسميها ليه بايل مايكروتوبيولز. أمال إيه الستيبل مايكروتوبيولز؟ أهي بس إحنا ما كناش واخدين بالنا. الستيبل مايكروتوبيولز بتبقى مجموعة من المايكروتوبيولز جنب النيوكليس، ما بتتغيرش، ما بتغيرش شكلها ولا طولها ولا عددها، بتبقى ستيبل. شايف كل المايكروتوبيولز حواليها بتتغير وهي ستيبل. نرجع تاني ونقول المولكولار ستراكشر بتاعنا، كل مايكروتوبيول بيتكون من 13 بروتوفيلمنت، كل بروتوفيلمنت بيتكون من بوليمرز اوف الفا وبيتا تيوبيولين بروتين. الالفا والبيتا بسميهم دايمر، يعني لما يبقوا الاثنين متحدين مع بعض بسميهم دايمر. لما يتحدوا مع بعض التوبيولين بروتين ده يتحد مع بعض في البروتوفيلمنت بسميه بوليمرايزيشن. يبقى هو عبارة عن كل بروتوفيلمنت عبارة عن بوليمرز. بوليمرز من ايه؟ من التوبيولين بروتين. التوبيولين بروتين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفا وبيتا سب يونتس او دايمرز. المايكروتوبيولز هاف بروتين اسوشيتد وذ زير وول، بنسميه مايكروتوبيول اسوشيتد بروتينز او مابس. المايكروتوبيول اسوشيتد بروتين ده نوع تاني غير التوبيولين بروتين، لكن بيبقى متحد معاه من بره، فبنسميه مايكروتوبيول اسوشيتد بروتين. وده مهم جدا في حركه المايكروتوبيولز، وفي ان هي تطول، في ان هي تقصر، وان يحصل لها بوليمرايزيشن، يحصل لها دي بوليمرايزيشن. كل ده بيبقى نتيجه الاكتيفيتي اوف مايكروتوبيول اسوشيتد بروتين. لسه في المولكيولار ستراكشر، بنقول اثناء البوليمرايزيشن المايكروتوبيولز تشو بولاريتي. يعني ايه تشو بولاريتي؟ يعني بيبقى ليها ناحيه موجب والناحيه الثانيه سالب. علشان كده بنقول ان التيوبيولين بروتين بنضيفه في الناحيه الموجب، والناحيه السالب او الماينس اند بنشيل منها لو حبينا تيوبيولين بروتين. يبقى دي بنسميها بولاريتي. يعني ايه بولاريتي؟ امتى بتظهر البولاريتي دي؟ اثناء البوليمرايزيشن، لما اجي اطول المايكروتوبيول بتاعتي او اجي اقصرها، بتطول من ناحيه واحده وتقصر من الناحيه الثانيه. الناحيه اللي بتطول منها بتطول ليه؟ نتيجة إضافة تيوبيولين بروتين. والناحية اللي بتقصر بتقصر ليه؟ علشان أنا بشيل منها تيوبيولين بروتين. يبقى أنا عندي تو إندز، بلس إند وماينس إند. التيوبيولين بروتين ده إضافته أو حذفه بيتوقف على عوامل، أهمها الكالسيوم كونسنتريشن. لما يزيد الكالسيوم بيزيد الأكتيفيتي أوف ذا سيل، لما يقل الكالسيوم بيقل الأكتيفيتي أوف ذا سيل. كمان وجود المايكروتيوبيول أسوشيتد بروتينز. المايكروتوبيول اسوشيتد بروتينز لو موجوده عندي في الخليه متوفره يبقى انا بضمن نشاط للخليه، لو هي قليله في الخليه بتاعتي يبقى انا بضمن نوم للخليه. نرجع تاني نشوف مثال للليبايل مايكروتوبيولز. ادي الرف اندوبلازميك ريتيكولم طلعت ترانسفير فيزيكال. الترانسفير فيزيكال دي عايزه تروح للجولج ابريتس، كنا قبل كده بنرسمها على طول تمشي لوحدها كده، لكن في الحقيقه هي ما بتمشيش لوحدها، دي هي بتتشال على مايكروتوبيول لبايل مايكروتوبيول ليها بلس اند وماينس اند. لو اشوف البلس اند الاقي دايما تيوبيولين بروتين بيضاف الناحيه دي، طب اللي هي الناحيه دي ما عادش ليه لازمه، يبقى اعمل له دي بوليمرايزيشن. يبقى هنا بعمل بوليمرايزيشن والناحيه دي بعمل دي بوليمرايزيشن. نتيجه الحركه دي الاقي المايكروتوبيول بتاعتي بتطول في الناحيه دي، ما ينفعش تطول في الناحيه دي، وهي بتطول في الناحيه دي او هي بتزيد في الناحيه دي، هي بتطولش وهي بتتحرك الناحيه دي شايله معاها الترانسفير فيزيكال من الراف اندوبلازميك ريتيكولم في اتجاه الجولجي ابريتس. اول لما توصل للجولجي ابريتس يبدا عمليه البوليمرايزيشن بتاعتي دي تقل علشان الترانسفير فيزيكال بتاعتي تتحد ب الجولجي كومبلكس. دلوقتي وصلت الحمد لله لبر الامان، والترانسفير فيزيكال بتاعتي اتحدت بالجولجي كومبلكس، وبعدين في الاخر هتتحول الى سكريتوري او لايسوسوم. هنشوف هتبقى ايه. بقت سكريتوري فيزيكال. السكريتوري فيزيكال هتتشال على مايكروتوبيول ثانيه في اتجاه السيمبرين علشان تطلع يحصل لها اكسوسيتوز. يبقى عرفنا يعني ايه بلس اند ويعني ايه ماينس اند. دي اللي باي. امال ايه بقى الستيبل مايكروتوبيولز؟ الستيبل مايكروتوبيولز دي ما بتغيرش شكلها، هي شكلها كده على طول، لا بتطول
ولا بتقصر مؤقتة. طول ما هي ستيبل جنب النيوكليس لا بتطول ولا بتقصر. لما اجي ابص على المنظر اللي قدامي ده سهل ان احنا نحكم عليه، ده مايكروتوبيول وده مايكروتوبيول، عشان كده انا بسمي دول تو مايكروتوبيولز اور تو سنجلت اوف مايكروتوبيولز. كل مايكروتوبيول بيتكون زي ما احنا شايفين من 13 بروتوفيلمنت، يبقى كل مايكروتوبيول بيتكون من ايه؟ من 13 بروتوفيلمنت. لكن الوضع هيختلف شويه لو قلنا ان ده مايكروتوبيول بيتكون من 13 بروتوفيلمنت وانا حبيت اركب عليه هو نفسه مايكروتوبيول تاني بالشكل ده. المايكروتوبيول الجديد علشان ما ينفصلش عن المايكروتوبيول القديم بيشترك معاه في 3 بروتوفيلمنت، يبقى ادى العد من اول ايه 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المايكروتوبيول الجديد ده عمل 10 بروتوفيلمنت وخد من اللي تحتيه 3 بروتوفيلم، بقى هو 13 او الاثنين مشتركين في 3 بروتوفيلم. يبقى نعتبر الاولاني ده، عشان نخلص من الحكايه دي، اعتبر الاولاني ده هو رقم 1 او رقم A، والتاني ده رقم 2 او رقم B. الاولاني ده كامل العدد في 13 بروتوفيلمنت، التاني دي لما جاي يتكون احتاج من الاولاني 3 بروتوفيلمنت، خدهم منه سلف علشان يبقى أليان الشكل ده، لكن هو عمره ما هيبقى شكله داير. الأولاني هيفضل طول عمره شكله دايرة ونسميه E subunit، التاني مهما يعمل هيفضل شكله C shaped يعني دايرة مش كاملة. يبقى ده بيتكون من 10 بروتوفيلمنت، ده بيتكون من 13 بروتوفيلمنت. عشان كده الاتنين دول ما سموهمش two microtubules، أسميهم doublet of microtubules. واحد منهم بيتكون من 13 بروتوفيلمنت والتاني بيتكون من 10 بروتوفيلمنت، يعني الاثنين مشتركين في ايه؟ في 3 بروتوفيلمنت. الله، امال دي ايه بقى؟ ده نسميه تريبلت اوف مايكروتوبيولز. الاولاني يفضل اولاني سيركل شيب وبيتكون من 13، الثاني سي شيب وبيتكون من 10، الثالث سي شيب وبيتكون من 10، وما فيش عندنا في الهيستولوجي او في السيتولوجي حاجه اكتر من تريبلت. ده تريبلت اوف مايكروتوبيولز، 1 2 3 A subunit B and C subunits. التلاتة مع بعض كده لما بيبقوا متحدين مع بعض بنسميهم تريبلت اوف مايكروتوبيولز. ايه بقى فايدة التريبلت اوف مايكروتوبيولز ده؟ ده وحدة التركيب بتاع السنتريول. ادي تريبلت 2 3 4 5 6 7 8 9، ده كده بنسميه سنتريول. السنتريول ده فين؟ في السنتر، عشان كده اسمه سنتريول. السنتريول ده في السنتر بتاع الخلية، لكن عادة لما يكون في سنتريول ما يبقى السنتريول لوحده، لا ده السنتريول، يبقوا اتنين سنتريول بالشكل ده ونسميهم مع بعض سنتريسوم. يبقى السنتريسوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن تو سنتريولز بيربنديكولار اون اتش اذر. كده لما نيجي نشوف الزاوية دي نلاقيها زاوية قايمة، ده سنتريول وده سنتريول، الاثنين مع بعض بنسميهم سنتروسوم. يبقى لما اجي ارجع مره تانية للسنتريول، الاقي السنتريول بتاعي سيلندريكال استراكشر، ماشي صح، بيتكون من ايه؟ من مايكروتوبيولز، هايلي اورجانيزد مايكروتوبيولز. باللايت مايكروسكوب ممكن اشوف رودز صغيره جنب النيوكليس، surrounded by amorphous material بنسميها microtubule organizing center. microtubule organizing center يعني حتة بروتين عندها القدرة ان هي تصنع لي microtubules جديدة، فبنسميها microtubule organizing center. بالإم قلنا كل centriole بيتكون من 9 triplet، عرفنا يعني triplet of microtubules. كل تريبلت بيتكون من 3، الاولانيه بسميها ايه؟ ودي كومبليت سيركل، الثانيه انكومبليت سيركل اللي هم البي والسي، وبيشتركوا مع بعض في 3 بروتوفيلمنتس. عرفنا الحكايه دي، ده ايه؟ ده سنتريول بالالكترون مايكروسكوب. نبص كده، ده تريبلت اوف مايكروتوبيول، ده الاي سابيونت، ده البي سابيونت، دي السي سابيونت. الاي سابيونت زي ما انت شايف دايره كامله، هنا واضحه اهي، البي والسي دوائر مش كامل.
لو انا بصيت على دي هلاقيها بتتكون من 13 بروتوفيلم. قال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وال13 تاهت مني هنا، يبقى دول 13 بروتوفيلم. السنتريول اللي ايه بيتكون من ايه؟ من 9 تريبلت اوف مايكروتوبيول 7 8 9. ايه الفانكشن اوف سنتريول؟ الفانكشن اوف سنتريول اول حاجه اثناء السيل ديفيجن بيعمل السبندل اباريتس او الميتوتيك سبندل او الخيوط المغزليه اللي بتخلي الكروموسومز بتاعتي تنقسم انتو تو كروماتيدز اور تو دوتر كروموسومز. اللي بيعمل الحكايه دي المايكروتوبيولز. المايكروتوبيولز جايه منين؟ نشوف كده. ادي خليه عايزه تنقسم. اول حاجه الكروماتين بتاعي يبقى كروموسوم. خلاص الكروماتين بتاعي يبقى كروموسوم، يبقى اكيد اللي انا شايفه ده هو النيوكليس والازرق ده هو السيتوبلازم. شوف المنظر اللي قدامنا ده، ده سنتروسوم. بقى كام سنتروسوم؟ واحد اتنين. كل سنتروسوم بيتكون من تو سنتريولز. سنتروسوم هيروح الناحيه دي وسنتروسوم هيروح الناحيه دي. اللي بيخليه يروح الناحيه دي المايكروتوبيولز هي اللي بتزقه. المايكروتوبيولز اللي هو بيكونها دي من مايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر هي اللي بتزق. تبدا المايكروتوبيولز دي يحصل ديسنتجريشن للنيوكليير انفلوب. بعدين شوف المايكروتوبيولز هتروح تتحد بالكروموسوم، وبعدين في الاخر الكروموسوم بتاعي يتقسم نصين. مين يقسمه لنصين؟ المايكروتوبيولز. يبقى شفت قد ايه المايكروتوبيولز مهمه جدا في السيل ديفيجن. انا كده ماشي مع السيل ديفيجن، كل دي مايكروتوبيولز طالعه منين؟ طالعه من السنتريولز دي. شايف اتنين بربنديكولار اتش اذر، لان ده سنتروسوم وده سنتروسوم. كده بقت الخليه عندي خليتين. لو انا نجحت في ان انا الغي المايكروتوبيولز بتاعتي دي، الخليه بتاعتي مش هتنقسم. دي الصوره اللي عندنا في الكتاب. لو ان فيها غلطه، ان في عندنا في السنتر هنا مايكروتوبيول والسنتريول عندي ما فيش فيه مايكروتوبيول في النص زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ما تنفعش تبقى دي. دي ما فيش فيها حاجه في النص، ده سنتريول وده سنتريول، الاثنين مع بعض كده بسميهم سنتروسوم. لما اجي ارسمهم هنا كده يبقى اشيل اللي في النص اللي بتبقى امارفس، ما هياش بتتكون من مايكروتوبيولز زي ما احنا شايفين. خلاص دي الفانكشن الاولانيه. الفانكشن الثانيه زي فورم بيزبوليز جيف رايز تو سيلي اند فلاجيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السنتريول بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرتنا اللي اتكلمنا فيها عن السيتوسكيلتون. وقفنا المره اللي فاتت عند ايه؟ عند الفانكشن اوف ذا سنتريول. قلنا ان الفانكشن اوف سنتريول حاجتين. اول حاجه اثناء السيل ديفيجن السنتريول ده بيبقى المكان اللي بيطلع منه المايكروتوبيولز اللي بتكون لي الميتوتيك سبندل، وشفنا فيلم للسيل ديفيجن. ايه الفانكشن الثانيه؟ الفانكشن الثانيه بيعمل لي البيزل بودي، اللي في الاخر البيزل بودي ده بيديني السيليه او ممكن يديني الفلاجيلا او الفلاجيلم حسب الخليه اللي موجود فيها البيزل بودي. يعني البيزل بودي دي اصله سنتريول، اصله سنتريول. يعني ايه بيزل بودي؟ يعني ايه سيليا؟ يعني ايه فلاجيلا؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه في المحاضره بتاعت النهارده. ادي خليه، المكعب اللي قدامي ده خليه. الاوفال ستراكشر ده هو النيوكليس، اللي فوق النيوكليس ده هو السنتروسوم. السنتروسوم ده فيه حواليه بروتين اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب، بسميه مايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر او بروسنتريولر اورجانيزر او مايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر. المايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر ده عنده القدره ان هو يصنع لي من التوبيولين بروتين اللي موجود في السيتوبلازم مايكروتوبيولز ويعملها لي في شكل سنتريول، عشان كده بسميه مايكروتوبيول اورجانيزنج او اورجانيزر. فهو بيصنع لي المايكروتوبيولز ويحطها لي كمان في شكل سنتريول، واحنا عارفين السنتريول بيتكون من 9 تريبلتس اوف مايكروتوبيول. في السيليتد سيلز المايكروتوبيولز الجديده اللي اتكونت بيحصل لها مايجريشن تحت السيل ممبرين. انهي حته في السيل ممبرين؟ الابيكال سيل ممبرين، بنقول دي الابيكس اوف ذا سيل ودي البيز اوف ذا سيل. المايكروتوبيولز الجديده او السنتريولز الجديده بتعمل مايجريشن لحد ما تقعد تحت السيل ميمبرين ده. طب نتفرج كده، ادي المايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر بدا يشتغل، يطلع لي مايكروتوبيولز هنا شبه السنتريول بالظبط، بس انا علشان هي غيرت مكانها
وبالتالي هتغير الفانكشن بتاعتها، انا هسميها بيزال بادي. يبقى ده بيزال بادي وده بيزال بادي وده بيزال بادي وده بيزال بادي، كل ده الاستراكشر بتاعه بالظبط شبه السنتريول. يبقى دي البيزال بادي. ايه الفانكشن اوف ذا بيزال بادي؟ ان هو يعمل لي السيليا. يعني ايه سيليا؟ هنعرفها دلوقتي، لكن ده برضه هو ده البيزال بادي بس كبرناه شويه. لما اشوف الاستراكشر بتاع البيزال بادي الاقي نفس الاستراكشر بتاع السنتريول اللي هو 9 تريبلتس اوف مايكروتوبيولز. يبقى ده تريبلت، ده تريبلت، ده تريبلت، ده تريبلت، هنعدهم نلاقيهم 9 تريبلتس اوف مايكروتوبيولز. يبقى ده نفس الاستراكشر بتاع ده، وده نفس الحكايه، ودي نفس الحدوته، ودي نفس القصه. ادي الخليه، الخليه هنا جواها البيزال بادز مرصوصه تحت السيل ميمبرين. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان كل تريبلت هيطلع منه 2 مايكروتوبيولز لفوق، هيحصل لهم جروث لفوق، يزقوا السيل ميمبرين معايا لفوق شويه كده. يبقى ده كان البيزال بادي. البيزال بادي طلع من كل تريبلت يعني 2 مايكروتوبيولز، بس مش 2 مايكروتوبيولز، دبلت اوف مايكروتوبيولز. يبقى انا لو فتحت السيل ميمبرين ده واتفرجت عليه هلاقي المنظر ده، ده دبلت، ده دبلت، ده دبلت، ده دبلت، ده دبلت، بنسميهم 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز. ال 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز دول يفضلوا يكبروا ويكبروا 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 ويطولوا. انا اقدر اتخيل المنظر بالشكل ده. في تحت بيزال بادي بيتكون من ايه؟ من 9 تريبلتس اوف مايكروتوبيولز، طالع منه 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز متغطيين بسيل ميمبرين، ده بنسميه الشافت اوف ذا سيليا. يبقى ده الشافت اوف ذا سيليا، وده الشافت الاستراكشر بتاع الشافت اوف ذا سيليا بنسميه الاكسونيم. لما نيجي هنا نبص نلاقي ده البيزال بادي وده البيزال بادي. الاستراكشر بتاع البيزال بادي اكزاكتلي ريزيمبلز الاستراكشر اوف ذا سنتريول. وبعدين اخر حاجه الروتلت، والروتلت ده عباره عن داون وورد اكستنشن اوف سام مايكروتوبيولز. طبعا السؤال اللي اتسالناه كتير، ايه هما الدبلتس اللي هيطلع لفوق؟ الاي والبي. طيب هل الروتلت ده بتتكون من السي؟ محدش قال كده، لكن دي مجموعه نان اورجانيزد مايكروتوبيولز. هل هي البي نزلت لتحت؟ هل هي السي نزلت لتحت؟ هل هي الاي نزلت لتحت؟ تعالوا نشوف الاستراكشر اوف ذا شافت اوف ذا سيلي. يا في النص الاقي فيه هوموجينس بروتين، بروتين بالشكل ده بنسميه اللي لونه احمر ده بنسميه سنترال شيس. السنترال شيس جواه 2 مايكروتوبيولز. لو احنا نشوف تاني كده المنظر نلاقي دي مايكروتوبيول كامله ودي مايكروتوبيول كامل، يعني دي بتتكون من 13 بروتوفيلامنت ودي بتتكون من 13 بروتوفيلامنت. عشان كده ما اقدرش اسميهم دبلتس اوف مايكروتوبيولز، امال اسميهم ايه؟ تو سنترال سنجلت. يبقى اول حاجه في النص في تو سنترال سنجلت سراوندد ويز سنترال شيس اوف بروتين. بعد السنترال شيس اوف بروتين بيترس 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز، 7 8 9. يبقى اقول هنا ايه؟ الشافت اوف سيليا بيتكون من ايه؟ 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز زائد 2 سنترال سنجلت، وطبعا ال 2 سنترال سنجلت في حواليهم سنترال شيس. يبقى دي الشافت اوف سيليا، دي البيزر بودي، دي الروتلت، دي الحركه بتاعت السيليا. شايف معايا ال 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز بيتحركوا ازاي؟ لما يتحركوا كده السيليا دي تتحرك كده، ودي تكبير للحركه. في هنا بروتين مهم قوي اسمه الداينين بروتين، وداينين من دايناميك يعني حركه، هو اللي مسؤول عن حركه السيليا دي. الداينين بروتين ده عنده القدره ان يتحول الى اي تي بيز، يقوم يكسر لي الاي تي بي الى اي دي بي وفوسفورس وتطلع الانرجي. الانرجي بستخدمها في الحركه اللي احنا شايفينها دي. الحركه دي تتحرك للسيليا في الاتجاه ده وما تحركوش في الاتجاه ده. لو احنا شفنا مع بعض، تعال نشوف السيليا بتاعتنا بتحرك ازاي. هي دي حركه السيليا. يبقى ايه هي السيليا؟ They are motile hair-like processes. They are highly organized microtubules core covered by the cell membrane. لا الكلام ده بقى سهل. motile احنا شفناها ازاي بتتحرك، hair-like عامله زي الشعر. They are highly organized microtubules، ايوه، لان هي بالظبط الاستراكشر بتاعها مش بس كمان زي السنتريول والسنتريول هايلي اورجانيزد، لا دي جواها تو سنترال سنجلتس اوف مايكروتوبيولز متغطيه بالسيل ميمبرين وهنشوفها دلوقتي. المين فانكشن اوف ذا سيلي هي ايه؟ تو براش، بتشتغل مكنسه مقشه، بتشيل ايه؟ بتشيل الفلويد اللي موجوده على السيرفيس بتاع الخليه. يعني مثلا فين يعني؟
يعني في الريسبيراتوري سيستم مثلا، طول النهار بندخل على صدرنا دخان من الناس الوحشة اللي بتدخن، السحابة السوداء اللي مالية الدنيا، يا التراب اللي مال الشارع، كل ده بيدخل الريسبيراتوري سيستم بتاعنا. المفروض انه ما يفضلش جوه. مين يطلعه؟ بيطلعه السيليا. عشان تطلعه السيليا لازم يكون السيليا دي متغطية بفلويد بنسميه احنا ميوكس، اللي بيطلع في الاخر في صورة اسبيوتوم او المخاط اللي احنا بنتنخمه. لما نيجي الفورميشن اوف السيليا هنقول multiple centrioles are assembled in the ciliated cell، يعني السنتريول بتاعي بيحصل له multiplication زي ما يجريد beneath the apical surface of the cell membrane، يعني بيطلع فوق تحت ال apical surface of the cell membrane. زي فورم ذا بيزال بادي، شيء طبيعي غير مكانه هغير اسمه، كان اسمه سنتريول تحت السن ممبرين هسميه بيزال بادي. من كل تريبلت هيطلع اتنين مايكرو توبيولز ابوارد تو فورم الشافت، سام جرو داون وارد تو فورم الروتلت. كل سيليان بيتكون من ثلاث حاجات، شافت بيزال بادي وروتلت. لما اشوفها باللايت مايكروسكوب زي ابير از اسيلوفيليك ستريشن on the free surface of the ciliated cell. تيجي كده نشوف صورة للكلام ده. دي ده الشعر اهو طالع من الخلية بالظبط، عامل زي الشعر ده كده، ما صاحبنا مبسوط منه. يبقى دي السيليا بتاعت صاحبنا ودي السيليا بتاعت الخلايا بتاعتنا، وبالتالي بسمي دي ciliated cells، columnar ciliated cells. موجودة فين؟ في ال respiratory system. فدي ايه؟ to brush ال AM. بالاي ام انا بشوف تو سنترال سينجلتس اوف مايكروتوبيولز سراوندد باي سنترال شيست ميد اوف هوموجينس بروتين، في 9 دابلتس اوف مايكروتوبيولز، واخر حاجه فيه السيل ممبرين. كل دابلت بيتكون من تو سب يونتس اي وبي. الاي بتبقى كومبليت سيركل والبي بتبقى انكومبليت سيركل، وقلنا الحكايه دي واحنا بنتكلم عن المايكروتوبيولز في المحاضره اللي قبل كده. يبقى دي السيليا لما اشوفها بالالكترون مايكروسكوب، ده طبعا تي اس، هيبان ايه؟ هيبان السيل ممبرين من بره 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز، 1 2 3، وبعدين في 2 سنترال سينجلز 6 7 8 9 مايكروتوبيولز، وفي سنترال شيس جواه 2 سنترال سينجلت اوف مايكروتوبيولز، واخر حاجه عندي السيل ممبرين. يبقى دي لما تيجي لنا في الامتحان بنقول عليها السنتريول او البيزال بادي، بيتكون من ايه؟ من 9 تريبلت، ودي الشافت اوف ذا سيليا. طب نفرق ما بينهم ازاي في الامتحان؟ طبعا سهل، لان انا ما اقدرش اشوف سيليا لوحدها 1 2 3 4 5 في الصوره بتاعتي، لكن اقدر اشوف سنتريول او بيزال بادي لوحده. يبقى ده 9 تريبلت اوف مايكروتوبيولز، ده بيتكون من 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز، ده نو سنترال سنجلت، لكن في هنا 2 سنترال سنجلت، ما فيش هنا سيل ممبرين، لكن في هنا سيل ممبرين. دي برضه سيليتد سيل، باللايت ولا بالالكترون؟ لا طبعا دي باللايت مايكروسكوب، دي الريسبيراتوري سيستم، والسيليا طالعه والشعر طالع من الخلايا بتاعت الغشاء المبطن للريسبيراتوري سيستم. امال دي ايه؟ ده لونجيتودينال سيكشن في السيليا، يعني نفس المنظر اللي فات ده كده بس بالالكترون مايكروسكوب. لما ابص عليه الاقي السيل ممبرين طالع معايا اهو، ورجع تاني كده، وبعدين طالع معايا كده، ونزل تحت كده، وطلع كده، جواه محشي بايه؟ محشي بمجموعه من المايكروتوبيولز اللي احنا بنسميها اكسونيم، ان هم 9 دبلتس ومعاهم 2 سنترال سينجل. وبعدين ينزل تحت، شايف هنا المايكروتوبيولز نون اورجنايز، ما اقدرش اخد فيها سيكشن واشوفها مترتبه بشكل او باخر. ادي حركه الفلاجيلا. لو نعرف حركه الفلاجيلا هنعرف معاها حركه السيليا. ده الفلاجيلا اللي موجود في التيل اوف ذا سبير. بيقول هنا ان كل الفلاجيلا والسيليا ليهم نفس الارانجمنت اوف مايكروتوبيولز، واللي مسؤول عن اللوكوموتيف ابيليتي اوف بوث فلاجيلم اند سيليا. لو هناخد سيكشن في الفلاجيلم فانا باخد سيكشن برضه في السيليا. بيبان ايه؟ 9 دبلتس اوف مايكروتوبيولز ومعاهم 2 سنترال سنجلتس وحواليهم سنترال شيس. في هنا حاجه اسمها راديال سباك، زي ما انت شايف ده الراديال سباك، عامل زي سلوك العجله. وبعدين في هنا الضينين بروتين زي ما انت شايف اللي هو لونه الاحمر ده،
بيجي من الـ A subunit عشان يوصل للـ B subunit بتاعة الـ doublet اللي جنبها. ادي الـ A subunit وادي الـ B subunit. ادي الدينين بروتين جاي من الـ AD رايح للـ PD او من الـ PD رايح للـ AD. لو لاحظ معايا هنا ان الميكروتوبيولز بتاعتي متثبته من الناحيه دي، متثبته بايه؟ بالروتلت، والروتلت مثبتها في السيتوبلازم. طيب يجي الداينين بروتين ياخد الاي تي بي حوالي الاي تي بي يطلع انرجي، يقوم يتحرك بالشكل ده، تقوم دي تطلع لفوق على حساب دي. يبقى رجع الفيلم تاني وشوف the action of the داينين بروتين then cause the microtubule to bend. لما يحصل لها بيندنج تقوم تتحرك بالشكل ده، دي حركة الفلاجيلم. حركة الفلاجيلم دي نتفرج عليها كده، اه بالظبط دي حركة الفلاجيلم. عرفنا اصلها ايه، هي قدرة الداينين بروتين ان يحول الاي تي بي الى اي دي بي، والحاجة التانية ان انا اثبت التيل اوف مايكروتوبيولز.